بسرعة يلعبها طولية، كرة إلى الأمام، تلعب الكرة إلى الأمام، كرة طويلة بعيدة جدا، يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، تمريرة طولية إلى الأمام. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. أعتقد أنهم يقدمون أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاء، وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. ينجح في إبعاد الكرة، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. حكيم زياش، رومان سايس، كرة طويلة للأمام، كرة طولية إلى الأمام، يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يلعب كرة طولية، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. يوسف النصيري، رومان سايس، عدت الكرة، النصيري يلعبها للجانب، يبعد الكرة عن المرمى، تغيير لاعب على الأجناب، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، جدار دفاعي غير عادي، تركيز كبير جدا في مباراة اليوم. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ رومان سايس، حكيم زياش، حكيم زياش، لا أجد الكلمات المناسبة في حارس المرمى. يا إلهي على هذا التألق، على هذا التعملق، على هذه المباراة الكبيرة. رومان سايس يلعبها طولية، انصري، الله، يا هدف غير عادي، سيطرة تامة بالطول والعرض، يلعبون كرة القدم التي يريدونها. الخصم تقريبا لا يمكن له أن يفعل شيء في هذه المباراة، مستسلم تماما، لم يكن عندها الفرصة ليفوز مثل هذه الكرات. بهذا الكم من الأهداف، بهذا الفارق، أصبح العودة بالنسبة للخصم أمر صعب جدا إذا لم يكن مستحيل. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، موجود لإبعاد الكرة، يبحث عن المهاجم. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟
الكرة ملعوبة إلى الأمام، بإمكانه إبعاد الكرة. انصيري، حكيمي، يمر يلعب كرة بينية، تمريرة جميلة، حكيمي، ويب فرصة يجرب التسديد مرة أخرى. لعب الكرة ولكن بعيدة جدا عن المرمى، تعامل غير عادي مع الكرة، لكن في الأخير فشل في تسجيلها. يلعبها إلى الأمام، إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. حكيمي يلعبها طولية، يلعب كرة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين، ثم كرة عرضية. حكيم زياش بدأ وكأن الكرة لم تكن في اتجاه المرمى، تعامل مع الموقف ببراعة كبيرة، إلا أن اللمسة الأخيرة لم تكن ناجحة. يلعب الكرة إلى الأمام، يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. وصلت إليه، كرة طولية إلى الأمام، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى، والآن الكرة ملعوبة للأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. خلص الكرة ونجح في إبعادها، وستكون هنا رمية تماس. الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. حكيمي تلعب الكرة إلى الأمام، انصيري، يمر يلعب كرة بينية، يقطع الكرة. حكيم زياش يرتكب مخالفة واضحة جدا. كرة طولية من الحارس، يستعيد الكرة سريعا، الكرة ملعوبة من مسافة، سايس، حكيم زياش، كرة طويلة للأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، إبعاد خاطئ. حكيمي، كرة للمنطقة الأمامية، نصيري في موقع جيد لاستغلال المساحة، المسافة وأيضا مرتدة.
كرة طولية مباشرة للأمام. زهير فضال، كرة طولية إلى الأمام. تدخل جميل واعتراض أجمل. حكيمي يلعبها لمنطقة الخطر. كرة طولية إلى الأمام. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كرة طولية إلى الأمام. زهير فضال يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. يلعبوها للأمام. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. تمريرة بينية، انطلاق الآن من المدافع، محاولة تمرير كرة. يبحث عن المهاجم، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ حكيم زياش. أمام فرصة للتسجيل. تسديدة من أول لمسة. تسديدة قوية بالتأكيد. تلعب الكرة إلى الأمام. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ الكرة ملعوبة من مسافة. تحكم مذهل بالكرة. الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. زهير فضال يلعب كرة طولية. انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة. إمكانية مرتدة الآن. ضغط قوي وينجح في استعادتها. بينية تمر. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. فرصة هجوم معاكس. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. حصلوا على رمية جانبية. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة.